وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر. النادي الاسماعيلي فعلا اعترض، والمهندس ابراهيم عثمان كلم المهندس ثاني ابو ريده وابدى اعتراضه، يعني وقال له ان النادي الاسماعيلي هو وصيف في بطوله الدوري ومن حقه ان هو يشارك في البطوله ديت. كان المهندس ثاني ابو ريده قال له انا مش موجود في مصر، وانا هشوف الموضوع دوت وهرد على النادي الاسماعيلي، واكيد ان ما دام النادي الاهلي اعتذر فالاحق ان هو يشارك النادي الاسماعيلي. طبعا في غضب في الاسماعيليه، هو الاهلي بس خلي بالك الناس كلها بتتكلم ان بص يا مظهر كان انا بحب ان انا اقول الحقيقه، الاهلي لم يعتذر، الاهلي لم يرد، والهلال الذي اعتذر. بس كان مريض دعوه الاعلام بيقوليها تجميل الصوره ما بحبوش، الاهلي لم يرد لكن الذي اعتذر هو الهلال. الاهلي يبقى في بعد، حتى لو النادي الاهلي اعتذر او نادي الهلال هو اللي اعتذر، ففي نادي وصيف، نادي تعب طول السنه طيب دلوقتي الامر راح لفين؟ اتحاد الكره هيرد بايه؟ هيتواصل مع الاتحاد السعودي والزمالك ويغيروا الترتيبات، ولا هيفضل الوضع على ما هو عليه؟ ولا ده الكلام اللي اتقال للمهندس ابراهيم عثمان، انما لسه ما جاش رد رسمي، من انما النادي الاسماعيلي بعت فاكس رسمي لاتحاد الكوره بيطالب فيه ان لو الاهلي هو اللي مش هيلعب ماتش السوبر فالنادي الاسماعيلي هو وصيف الدوري، وبيطالب ان هو ان الاتحاد المصري يتدخل لاتمام الاجراءات الطبيعيه اللي هي النادي الاسماعيلي يكون مشارك. طبعا الموضوع على المستوى الجماهيري في طبعا غضب في الـ في الـ في الـ في الاسماعيليه، والناس بتقول يعني انا اجتهدت وحصلت على المركز الثاني، هل بيضيع كل جهودي ان انا كنادي بوصل لمنصه البطوله او الوصيف كل كام سنه، فلما اجي اوصل كل كام سنه السنه اللي انا اوصل فيها يضيع فيها حقي؟ فاحنا بس بنطالب الاتحاد المصري والاتحاد السعودي يبصوا بعين الاعتبار ان في نادي كبير اسمه النادي الاسماعيلي، نادي عنده جماهير كبيره، النادي الاسماعيلي لو هيلعب مع نادي الهلال برضه نفس الحقوق ونفس الجماهيريه ونفس اللي هيشاهدوا المباراه هيكون اكتر كمان. يعني انا طيب حضرتك عارف يا استاذ عبد الناصر ان النادي الاسماعيلي الاهلاويه بيشجعوا الاسماعيلي بعد نادي الاهلي، الزملكاويه بيشجعوا النادي الاسماعيلي بعد الاهلي، البورسعيديه بيشجعوا النادي الاسماعيلي بعد النادي المصري، المحلويه كل انديه مصر بتحب تتفرج على كره النادي الاسماعيلي وبتحب النادي الاسماعيلي. سنتابع هذا الملف في العناوين سريعا لان وقت الفقره الاولى خلص لو سمحت. طبعا خير الدين مضوي النهارده ألف تصريحات ان هو بيرشح الثنائي باهر المحمدي وطارق طه الانضمام للصف المنتخب ولقائمه المباراه القادمه اللي هيتم الاعلان عنها غدا. كابتن ياسين بوصعيده مدرب الاحمال في النادي الاسماعيلي قال ان الاصابات اللي في النادي الاسماعيلي سببها الاجهاد، ويعني سببها الاجهاد من تلاحق المباريات، وهي على المدى الطويل الاصابات ديت مش هتلاحق اللعيبه تاني. كمان النهارده محمد الشامي كان بيخوض تدريبات منفرده بسبب الاجهاد، وديت مش هتمنعه من المشاركه من المباراه القادمه. النهارده برضو تالق في التدريب النيجيري وكويكو ابولابي المهاجم الجديد، وقد يبدا مباراه النجوم المقبله. النهارده برضو في التدريب اصيب سليم عبد الخالق الوافد الجديد من نادي الاسيوطي باشتباه اصابه يعني في وتر اقيلت، وتاكد وجود محمود متولي وعماد حمدي ومحمد مجدي في قائمه الفريق بعد عودتهم من الاصابه، وان شاء الله هيكونوا مشاركين في مباراه النجوم يوم الجمعه المقبل. طيب شكرا جزيلا استاذ محمد مظهر، اخر تليفون معاك.